والله العظيم برجع بطل روح مش والله. لا 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 قلبي قلبي خلص ولا كلمة ما تسمعيني صوتك بكيني أعرف سوق بتلبكيني صديقي دخيل عينك يعني أنا بصراحة بقيم المطاعم من خلال سلطاتي لهيك بدي إياك تعطيني كتير بصحن السلطة والسيزر تحديداً يعني مشان تكسبنا زباين دائمين بهذا المطعم أكيد استاذ كل شيء رح يكون على ذوقك كتير حلو وبالنسبة للعصير فريش لا تتأخر علي فيه بس بدي إياك ليك تعصره قدامي تكرمني يا نحساس كرومي؟ لك شو كل هالطلبات؟ شو هذا المطعم اللي جايبني عليه؟ كنت ضال معك من راتبك لتدفع هيك فاتورة؟ ولا كلمة شو فضحتينا حبيبي الأمور بخير بعدين أقل منا يعني أعزمك على هيك مطعم وبهيك مناسبة ثالثا والأهم تعي لك لك تعي لك أنا صار راتبي 300,000 لك سكري لهالسمور مو قاعدين بالربوة كذاب عن جد عم تحكي صار راتبك هيك؟ إيه بلا ما عم بكذب عن جد 300,000 يعني هيك كان راتبي اللي قبلك؟ صراحة ما بعرف يعني بس المدام هبة أصرت يعني إنه يكون راتبي هيك ما في غير تقولي المدام هبة والمدام هبة دخلك حلوة هي؟ يعني هلا شو جاب سيرة الحلاوة على الموضوع فهميني فضول حلوة؟ حبيبي حبيبي عيوني أنت كلمة الحلاوة انوجدت مشان أنا أوصفك فيها عمري أنت يا عليك ما أقواك بعدين أنت قلت لي حبيبي حبيبي هلا بدنا نقضيها هيك نحن خلاص أنا معي كم ساعة يعني بدنا نقعد فيهم هيك وننبسط خلصنا بدي أرجع على المعمل الشغل لفوق راسي لسه اليوم بدك تروح على المعمل؟ حبيبي ما بقدر لازم أروح على المعمل لك الشغل لفوق راسي لك شلون بدي أعطي لو بعرف عنه بدي أقول لك يعني خليك عم تنقش وراه سيارة جديدة واليوم ممكن مسا بشوفك بنفس المحل طيب ليك إذا صادك رح أخذه معي على البيت هون يلا حبيبي تاخذ الأكل على البيت لا منام هون صار مرة نحن أهلي يا حبيبي مستحيل أنت بين الناس نزلنا هيك شيء على خفيف فضيحة بس كثير دفعنا مصاري لسا ما دخلنا حبيبي شغلنا خاسين ومروق الأمور لا تأخر عفوا لا ولا يهمك بسيطة شيء ظريف ها المحل حبيبتي المحل ليش في أظرف منك أنت؟ تأور ألمي